شنو رايك يا حفلة اليوم هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية نترحم على شهدائنا الابطال الذي قاموا على اجسادهم تجسيد الحرية في ليبيا، ونتمنى لمجاهدينا في الزنتان وفي مصراتة وفي جبل الغربي بصفة عامة، ربي إن شاء الله ينصرهم على هذا الطاغية. ونتمنى ونأسف، يعني الأسف الشديد على إخواننا في الزاوية الذي تم تدميرهم من قبل هذا الطاغية وزبانيته. ونقوم بتخصيص الشكر والدعم إلى مجلسنا الوطني الانتقالي، ما يقومون به من أعمال لتوطيدنا بعلاقاتنا الخارجية بالعالم، ونتمنى من الله يوفقهم عليه القدير، والمجلسنا المحلي وما يقوم به من مجهودات. اليوم نحن نقوم بنظافة لمدينة بنغازي التي شكلت لها لجنة من المجلس المحلي عن طريق منسق المرافق الشعبية من تاريخ 8/3، ولا ننسى الشركات كشركة الأشغال العامة وشركة الخدمات والمواطنين والجمعيات التي شكلت من قبل الأفراد وتنادوا وشكلوا جمعيات لمنادى لنظافة مدينة بنغازي، ونتمنى التوفيق إن شاء الله لمدينتنا الثائرة وإلى أبطالها المجاهدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.